النهارده بنفتتح رسميا المركز الاعلامي. لو تتذكروا حضراتكم يمكن من شهرين ونص احنا اجتمعنا في اول لقاء وقلنا ان احنا دور الاعلام بالنسبه لنا دور هام جدا، ومش معنى ان يكون في مركز اعلامي ان ما يكونش في تواصل شخصي مع المسؤولين، لا بالعكس احنا بنحاول نخلي المعلومه متاحه في الوقت المناسب وبالغزاره المناسبه اللي هي تتماشى مع الحدث. فتقريبا يعني كل الانشطه اللي احنا بنحاول نغطيها على مدار اليوم، اذا كانت قرارات او اذا كانت ليها تاثير للراي العام، بنحاول انها تبقى متاحه، والاتاحه شيء مهم جدا للخبر. دايما الزملاء الصحفيين والاعلاميين كانوا عشان يلاقوا خبر يقعدوا يتحركوا في مبنى الوزاره ومباني الجامعات بحثا وراء الخبر بحثا وراء المعلومه. الحقيقه ده ما كانش بالنسبه لي انا كان طريقه يعني ما كانش محببه، فرضينا ان احنا نعمل مركز اعلامي يليق بالساده الزملاء الاعلاميين وكل التخصصات علشان يبقى عندهم مكان يقدروا يتواصلوا فيه مع محطاتهم مع جرايدهم مع مواقعهم الاجتماعيه ومواقعهم على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت يكون في سيوله في الحصول على المعلومه. المعلومه دي حاجه لازم احنا نديها سواء معلومه ايجابيه او سلبيه او حتى لو في حدث، والحدث ده احنا محتاجين نعلق عليه، ما يبقاش في فرصه لان حد يختلق الخبر او ان هو يتوقع الخبر او يجي له من مصدر غير معلوم الخبر في الوقت المناسب. احنا ايقنا اهميه دور الاعلام في الراي العام، ايقنا ان المعلومه ده شيء لازم لابد ان يكون متاح، مش بس انه متاح بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب.